يمكن زي ما شفنا في التقرير تحديات كبيره جدا هيقابلها زين الدين زيدان وريال مدريد في ظل تولي زين الدين اللي كان مشترط فيه العديد من الصفقات اللي تعدت حتى الان 300 مليون يورو. هل ريال مدريد ده على موعد مع العوده مره ثانيه لمنصه التتويج مع زين الدين زيدان؟ ده اللي هنشوفه في الموسم ده بالتاكيد. خلينا نروح دلوقتي الجوله السريعه في ابرز عناوين الصحف العالميه الموجوده معانا النهارده. هنروح لصحيفه ماركا الاسبانيه اللي ركزت الصحيفه على بدايه الدوري الاسباني وخساره برشلونه امام اتلتيكو بلباو وكتبت الدوري بدا مثيرا. كما تحدثت عن بدايه ريال مدريد امام سيلتا فيجو وكتبت ريال مدريد ضد كل شيء في اشاره لاصابه نجمها البلجيكي ايدن هازارد اكيد وغيابه عن لقاء اليوم. نروح من ماركا الى صحيفه سبورت اللي تمت الصحيفه ايضا بخساره برشلونه امام بلباو في افتتاح لقاءات الموسم الجديد للدوري الاسباني مؤكدا ان لاعبي برشلونه لم يكونوا مقنعين في هذا اللقاء. كما تحدثت عن اتفاق برشلونه وبايرن ميونخ حول النجم البرازيلي كوتينيو وكتبت كوتينيو يرحل لبايرن ميونخ ويفتح الباب امام نيمار كما اكدت الصفقه انها بتغلق الباب امام رحيل جارث بيل عن ريال مدريد لبايرن ميونخ. لسه مع الصحف الإسبانية وصحيفة الإس اللي ركزت على اللقاء الأول في الموسم الجديد للدوري الإسباني وخسرت حامل اللقب برشلونة أمام أتلتيكو بلباو بهدف للا شيء. كما تحدثت عن اتفاق برشلونة وبايرن ميونخ بشأن انتقال فيليب كوتينيو إلى طبعا بايرن ميونخ واهتمت الصحيفة باللقاء الأول لريال مدريد الذي يجد نفسه في رحلة شاقة لمواجهة سيلتا فيجو في غياب هازارد المصاب وعودة خميس رودريجيز وجاريث بيل أكيد للتشكيل مرة ثانية. نروح من اسبانيا لفرنسا وصحيفه لوكيب اللي تحدثت الصحيفه عن الفوز الكبير لاولمبيك ليون على انجيا 6-0 مؤكده ان الفريق انطلق بشكل جيد في الدوري بفوزين متتاليين. نروح من فرنسا لايطاليا وصحيفه كوريا ديلو سبورت اللي ركزت الصحيفه على مستقبل النجمي ايكارد وديجيكو وكتبت ديجيكو يمدد عقده ويبقى في روما لمده موسمين قادمين وبالنسبه ايكاردي بين نابولي ويوفنتوس لسه الامور لم تستقر. وتحدثت الصحيفه ايضا عن البدايه المتعثره لبايرن ميونخ وبرشلونه في الموسم الجديد. نختم اخبارنا مع صحيفه توت سبورت اللي تمت بفريق تورينو الذي سيواجه نادي وولفرهامبتون الانجليزي في الدوري الفاصل للتاهل لدوري المجموعات في الدوري الاوروبي.